ورقة عمل واحد. ورقة عمل واحد، قم بفتح الملف فلاش 1 من مجلد التدريبات، ثم اسحب الوحدة المناسبة وقم بإفلاتها في مكانها الصحيح. هنسحب من مجلد التدريبات بتاعنا من الورك بيبرز الموجود عندي، نلاحظ فولدر أو مجلد اسمه سادس، ضغط عليه ضغط مزدوج، والكلام ده بيبقى في المختبر الفصل الدراسي الأول، واختار من هنا فلاش 1 اللي قال عليه. فلاش 1 المطلوب مني ان انا اسحب الوحدة المناسبة واقوم بإفلاتها في المكان الصحيح. على سبيل المثال هنختار مثلا وحدات الادخال، هو عايز في وحدات الادخال ايه؟ احنا لسه دارسين، يبقى ايه وحدات من وحدات الادخال؟ ايه الفأرة والمسح الضوئي والجويستيك اللي هي عصا التحكم ولوحة المفاتيح، فعايزين نشوف اشكالهم. الماوس اللي هي فين؟ اهي، احسنتم، الماوس نضغط ونسحب. طيب الاسكانر اللي هو فين؟ احسنتم، هذا الاسكانر نضغط ونسحب. طيب جويستيك اللي هي عصا التحكم، اهي نضغط ونسحب، احسنتم. كيبورد، فين الكيبورد؟ احسنتم، كيبورد. طيب كده خلصنا وحدات الادخال التي تم دراستها وهي تعتبر من الكيان المادي. وحدات التخزين، الفلاش ميموري، فين الفلاش ميموري؟ احسنتم، اضغط ونسحب، سر الفأرة الايسر. طيب فين الكارد ميموري؟ ادي الكارد ميموري. طيب فين الفلوبي ديسك؟ ده الفلوبي ديسك. طيب فين الليزر ديسك؟ الليزر ديسك هو السي دي اللي احنا بنقول عليه السي دي. وحدات الاخراج، احسنتم، وحدات الاخراج. يبقى انتهينا من وحدات الادخال، وحدات التخزين، هناخد وحدات الاخراج. لاحظ ان كل حاجه بيقول لك جود، صحيحه طبعا لو كل حاجه صح. طيب لو مثلا على سبيل المثال حطينا حاجه خطا هنا مثلا، هيقول تراي اجين، خلاص عشان نبقى عارفين بس طريقه الايه العمل. وحدات الاخراج البرينتر. طيب لو انا جيت تعمدت وان انا اضع شيء خطا عشان نشوف، واحط مثلا هنا في الداتا شو، طبعا خطا، فهي تقول لي تراي اجين، يبقى نضغط ونسحب في المكان الصحيح، احسنتم. من هنا نختار الداتا شو، هو ده الصحيح. السبيكر فين؟ اهو ده مكانه الصحيح. بعد كده المونيتور اللي هي الشاشه اخر شيء، خلص يقول لي ايه لقد انتهيت بنجاح. كده خلصنا ورقه العمل، ودي تعتبر مراجعه على وحدات الادخال، وحدات التخزين، وحدات الاخراج.